لأي حال خلينا نطمن أكتر على فريقنا ونروح لموفد قناة الأهلي أمير هشام. أمير مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا ساره، تحياتي ليكي وتحياتي لاحمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه بس انا عايز احيي احمد على كلام مهم جدا هو قاله في بدايه كلامه، لما قال ان الاهلي تخطى الدحيل احد اقوى الفرق في الحقيقه، وده امر واقع بدليل ان دحيل دلوقتي كاسب بطل اسيا، طبعا هونداي كاسبهم 1-0 في دقيقه حاجه و50، فانت كفريق بطل الدوري القطري بتكسب بطل اسيا، فده معناه ان ده فريق عنده امكانيات كبيره جدا. البعض حاول يقلل من فوز النادي الاهلي على الدحيل، لكن هم لازم هيعملوا كده. اي حد هيقلل من فريق الدحيل ويقلل من قيمه الفوز ده بيبقى يعني ليه اتجاهات معينه او تفكير معين وهو غير واقعي في الحقيقه. لكن خلينا احنا نعيش اجواء المونديال ونعيش هذه اللحظات التاريخيه الهامه جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، بما اننا بنقابل بطل اوروبا فريق بايرن ميونخ، فلحظات في كل الأحوال هي أكثر من رائعة وهتبقى أكثر روعة كمان لما بإذن الله النادي الأهلي من الوارد أن هو يتخطى هذه المباراة غدا. أنا معاكم لو في أي استفسار اتفضلوا. نتمنى طبعا نتمنى أن الأهلي ينجح بكرة، على يعني في المقام الأول يهمنا الأداء يا أمير، يعني الجماهير مستنية النادي الأهلي يقدم أداء محترم وأداء قوي يعبر عن تاريخ النادي الأهلي وعن شخصيته ويعبر عن قدرات بطل مصر طبعًا. وبطل إفريقيا. النتيجة بعد كده تكون إيه؟ أعتقد أنها يمكن تيجي في الدرجة الثانية من ناحية الأولوية بالنسبة للجمهور. تكلمنا النهاردة عن استعدادات النادي الأهلي يوم ما قبل المباراة بقى، وهل شفت يعني استعدادات خاصة، حالة خاصة عند اللاعبين نفسهم وهم بيجهزوا لمواجهة بطل أوروبا بكرة إن شاء الله بايرن ميونخ؟ طبعا خليني اقول لك يا احمد ان انا يعني سالت بعض افراد الجهاز الفني وهل الاستعدادات هتكون مختلفه بالنسبه لمباراه البايرن عن اي مباراه تانية، قالوا لي طبعا احنا بنلعب البايرن افضل فريق في العالم دلوقتي وبطل اوروبا وبتلعب في نص نهائي كاس عالم، فبالتالي هتكون الاستعدادات مختلفه. هي فعلا مختلفه وده كان واضح امبارح في مران النادي الاهلي، لان مستر بيتسو موسيماني اعتقد يعني لاول مره في تدريباته قبل اي مباراه يجرب اكتر من طريقه لعب، ده حصل امبارح في تدريبات النادي الاهلي، الله اعلم هيلعب باني طريقه فيهم، لكن ده معناه ان هو بيجرب اكتر من طريقه ولسه بيفكر هيلعب البايرن ازاي. قد يكون هناك بعض المفاجات سواء في التشكيل او في طريقه لعب النادي الاهلي في هذه المباراه، وانا بقول عليها مفاجات لو حصلت، لان انت بتلاعب اقوى فريق في العالم خلال الفتره الحاليه واقوى قائمه بالنسبه لفريق بايرن ميونخ. يعني مثلا بايرن كان تاهل يا احمد لكاس العالم للانديه في 2013، وكان الاهلي برضو كان متواجد في هذه البطوله اللي هي كانت اخر مشاركه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه من 6-7 سنين، لكن قائمته ما كانتش بنفس القوه اللي عليها البايرن دلوقتي. فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه، ومن هنا جايه استعدادات النادي الاهلي المختلفه. لو كان الاهلي هيقابل البايرن في التوقيت ده في 2013 كان ممكن نتكلم في فرص اعلى من كده بالنسبه للنادي الاهلي، لكن احنا خلينا واقعيين، فريق البايرن فريق عالمي، اسماء اكثر من رائعه، بدايه من نوير مرورا بالفونسو ديفيز مرورا بكيميتش، جوشوا كيميتش طبعا ده جوكر بتاعهم، بيلعب مدافع، بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت، بيلعب نص ملعب. اللي بيغيب عنهم طبعا جريتسكا بسبب الكورونا، لاعب كبير جدا ومهم في نص الملعب، ممكن يكون مؤثر، بس في اللي بيعوضه توليسو احد ابرز اللاعبين برضه في نص الملعب، الخط الامامي جنابري، كينجسلي كومان، ليفاندوفسكي افضل لاعب في العالم، فبالتالي قائمه اكثر من رائعه، ده بخلاف ثاني اللي في اغلب الاوقات بيبقى موجود على الدكه ممكن يبتدي هذه المباراه، حتى لو نزل الشوط الثاني فاكيد هيبقى ليه يعني دور كبير جدا في المباراه دي. لكن في كل الاحوال الاهلي مواصل استعداداته من خلال تدريبات النهارده، واكيد هي ايضا استعدادات مختلفه على مستوى المحاضرات بخلاف التدريبات. بالظبط بعد 5 دقائق من دلوقتي وانا بكلمك هيبقى المحاضره الخاصه بمستر بيتسو موسيماني بعد وقت اللي هيتم الحديث عن الاستراتيجيه هتبقى عباره عن ايه؟ ده هيبان من خلال المحاضره، احنا مش هنبقى عارفين ايه اللي جرى في المحاضره، طبعا هي محاضره خاصه بالجهاز الفني واللاعبين، لكن هنحاول نشفت شويه كده من خلال تدريب النادي الاهلي بالليل ايه اللي هيحصل. هيلعب مستر بيتسو موسيماني، لانه في الحقيقه زي ما قلت لك يا احمد امبارح جرب اكثر من طريقه لعب، ممكن يستقر النهارده في التدريبات، ده ممكن يتم يعني ايضاحه بشكل اكبر بالنسبه للمتابعين لهذه التدريبات بالنسبه لنا يعني، لكن هنشوف ان شاء الله يكون موفق مستر بيتسو موسيماني. التدريب بالظبط هيكون في 8 ساعه
التاسعة مساء بتوقيت المونديال، 8 بتوقيت القاهرة، ممكن يستمر أكثر من ساعة، خصوصا تدريبات مستر بيت وموسيماني دايما بتاخد وقت طويل، زي المحاضرات أيضا بتاخد وقت طويل، الراجل بيتكلم كتير وبيستفيض كتير في الحديث وبيحاول يحفظ لاعبيه، وامبارح كان بيحاول يحفظهم كمان شكل معين وأسلوب معين عايز يلعب بيه، فهنشوف إيه اللي هيحصل، خلينا بس نعيش هذه اللحظات الرائعة اللي ممكن ما تتكررش تاني، نقدر ان احنا نتأهل طبعا كاس عالم تاني، نقدر نواجه فرق كبيره تاني، لكن دايما الفرص ما بتكونش كبيره ان انت تقابل بطل اوروبا، وده ما حصلش بالنسبه للنادي الاهلي على مدار 5 مشاركات قبل كده، ما كانش في نصيب ان الاهلي يقابل بطل اوروبا، المره دي الفرصه جت للنادي الاهلي ولاعبيه والجهاز الفني ان هم يشرفوا الكره المصريه بخلاف التشريف اللي هم عاملينه بكل تاكيد، ويشرفوا الكره الافريقيه باذن الله واثقين فيهم يعني. بشكرك صحيح. جدا امير هشام، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره قدام بايرن ميونخ، بنتمنى ان احنا نشوف كره حلوه الحقيقه من الفريقين، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز.